النهاردة هنعمل مع بعض أهم ثلاث مشروبات بنحب نشربها في رمضان هنعمل الصوبيا والتمر الهندي والعناب بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتحفظيها برة التلاجة من السنة للسنة بجد الطريقة دي أبهرتني ومعنتش بعمل المشروبات غير بالطريقة دي منعشة وجميلة جدا وسهلة وسريعة في التحضير يلا بينا نبدأ وصفتنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وياريت ما ننساش طبعا اخواتنا احنا في ايام مفترجه ندعي لهم دعوه حلوه كده من قلبنا ان ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويرفع الغلاء عن مصر وكل الامه الاسلاميه اللهم امين يا رب العالمين اول حاجه عندي ربع كيلو من الكركديه هتجيبيه من عند اي عطار طبعا لما بتجيبيه بيكون فيه عفش وحاجات كده هو ما ببقاش نظيف طبعا هتبتدي تنقيه كويس وبعد كده هناخده ونغسله غسله كويسه ونصفيه يعني يا دوب بس بشطفه كده انزل التراب اللي عليه وبصفيه على طول بعد كده هاخده على صينيه وهفرده كويس في الصينيه وقدامك هنا حلين يا اما تدخليه الفرن على اقل درجة حرارة يعني درجة حرارة سبعين كده بيبقى في الرف الوسطاني لحد ما ينشف بياخد تقريبا ساعة او طبعا تنشفيه في الشمس يعني تحطيه في الشمس لحد ما ينشف المية ده بقى التمر الهندي بجيبه وبنضفه كويس وبشيل البذور منه وبقطعه حتت صغيرة وبرده برصه في صاج وبدخله مع الكركديه في الفرن علشان يتجفف وممكن طبعا كمان فيهم في الاير فراير ميزة التجفيف في الفرن ان هو ما وقت لكن للأسف بيغمق الحاجة سنة لكن في الشمس بتاخد وقت طويل بس الحاجة بتفضل محافظة على لونها ودي طبعا البذور والقشور الرفيعة اللي كانت موجودة فيه شلتها طبعا اتخلصت منها هنا بعد ما جففت الكركديه بقى ناشف خالص ورجع تاني لنفس القوام بتاعه اللي كان عليه قبل ما اغسله وده كمان برضو التمر هندي هجيب دلوقتي بقى الكبه وابتدي ان انا اطحنهم كويس قوي المطحنه بتاعه الخلاط يعني مش الكبه الكبيره لا مطحنه الخلاط باخد شويه كده من الكركديه وباخدهم على المطحنة وبطحنهم كويس جدا لحد ما يبقى ناعم وشبه البودر كده وده بيكون شكله ولونه حلو جدا انا طبعا سبت شوية كركديه صغيرين علشان هطحنهم مع التمر هندي علشان التمر هندي بيحب الكركديه قوي بيخلي لونه حلو بعد كده هاخده بقى بمصفة تكون ضيقة وانخله كويس قوي لحد ما ياخد البودر الناعم بتاعه والخشن بجمعه تاني مع بعضه في الكبة وبطحنه تاني المهم ان انا اخد الخليط يكون بودر خالص عشان ما يشرقش بعد كده بحط بقى على الكمية دي المفروض بتحط على الكمية دي مش اقل من ثلاث كوبايات سكر كبار انا عموما حطيت السكر اللي عندي ما كانش عندي سكر كتير فحطيت على الكمية دي كوبايتين بس بقلبه وبضيف ليه معلقة صغيرة من ملح الليمون ملح الليمون هنا كمادة حافظة وبدي لها مزازة حلوة جدا بعبيه في برطمانات ناشفه كويس جدا وبيفضل معايا من السنه للسنه بنفس الجوده بتاعته بتطلعي المعلقه ويا دوب تدوبيها بس في كوبايه الميه الساقعه في نفس المطحنه من غير ما اغسلها خالص بعد الكركديه باخد شويه من الكركديه وعليهم شويه من التمر وبطحنهم برضو في المطحنه لحد ما يبقى ناعم خالص ويبقى بودر باخد التمر الهندي برضو بعديه على مصفى علشان اخد البودر الناعم بتاعه ولو في حتت خشنه ما باخدهاش في التمر الهندي علشان ما تشرقش. بعد كده بضيف عليه برضو كميه سكر يعني تقريبا من كوبايتين لثلاث كوبايات وبضيف عليه معلقه صغيره مليانه من ملح الليمون مهم جدا ملح الليمون مع التمر علشان هو ده اللي هيديله المزازه اللي احنا بنحبها بعبيه برضه في نفس البرطمانات وبشيله من السنه للسنه دايما كنت بجيب التمر الهندي ده وبغليه وبعد كده بصفيه بحط طبعا عليه شويه كركديه الاول وملح ليمون والسكر بتاعه وبعبيه في ازايز وبشيله في الفريزر لكن كان بياخد مساحه كبيره في الفريزر لكن بصراحة من بعد ما شفت الطريقة دي وللأمانة أنا شفتها عند موليلي اللي هي قناة مطبخ العيلة كنت أول واحدة أشوف عندها الطريقة دي ولما جربتها بصراحة عجبتني ودخلت دماغي جدا فقررت أن أنا أعملها وبصراحة النتيجة بتاعتها كانت ممتازة آخر مشروب بقى هنحضره مع بعض بودرة الصوبيا عندي أول حاجة كوباية ونص من السكر البودرة وعليهم نص كوباية من الكريم شانتيه وعليهم نص كوباية من الحليب البودرة وعندي كوبايه الا من جوز الهند جوز الهند هتطحنيه ناعم جدا في المطحنه بتاعه الخلاط لحد ما يبقى شبه البودر بضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا المركزه او ممكن تحطي معلقه كبيره ولو الفانيليا بتاعتك مش مركزه اخر حاجه بضيفها اللي هو دقيق الرز انا بستخدم دقيق الرز الجاهز لان لما عملته بدقيق الرز بتاع البيت لما طحنت الرز يعني ونعمته كان بيشرق بضيف منه نص كوبايه وبقلب المكونات على بعضها وبعبي برده بودره الصوبيا في البرطمانات بتفضل كل البرطمانات دي من السنه للسنه مش بيجرى اي حاجه بره التلاجة هناخد دلوقتي بقى اول حاجه بودره الصوبيا ممكن تعمليها بلبن بس وممكن تعمليها بلبن على ميه انا بحب جدا اضربها في الخلاط علشان تعمل فوم على الوش كل الحاجات اللي انا عاملاها دي كانت محتاجه لسه سكر فانا كل كوبايه كنت بعملها كنت بضيف لها معلقه سكر كمان ده شكل كوباية الصوبيا بصراحة طعمها وريحتها حلوة جدا زي الجاهزة الكوباية التانية أخدت معلقة صغيرة من بودرة التمر الهندي وضفت لها معلقة سكر صغيرة وقلبت وبعد كده حطيت مكعبات تلج ولو حسيتي ان العصير فيه شوائب ممكن طبعا تصفيه بمصفى ضيقة وكوباية العناب طعمها حلو جدا جربوا العصاير المنعشة دي ورمضان كريم